دلوقتي بقى قبل ما البصله بس تاخد لون او تدبل معايا هنزل بالقوانص مقطعاها كده صغير كده بالشكل ده اهو كده. القوانص الاول تاخد وتدي كده مع البصله تقريبا كده. في زيت او حاجه وقعت على عين البوتاجاز. بصوا نعمل ايه بقى لما يكون عندي حاجه حصلت زي كده، نقطه زيت وقعت على عين البوتاجاز فعماله تطلع لي دخان، منديل طبعا مش فوطه، وهنجيب ميه. بسم الله تعالوا كده زي ما عملنا الملوخيه مع بعض وعرفنا اي مشكله في الملوخيه ممكن نحلها ازاي. هعمل ايه بقى؟ ادي منديل ببله كده شويه ميه، واروح جاي على نقطه الزيت اللي على عين البوتاجاز كده وامسحها. بس حد شاف اي دخان؟ خلاص مفيش دخان ولا اي حاجه، ما عندناش الكلام ده. مش انا دايما بقول لكم، اصل عارف يا استاذ اكرامي دايما بنقول ايه؟ سبع صنايع، احنا سبع صنايع. ما انا مش عايزه اكملها بقى. كملها انت بقى يا عم عشان تبقى انت اللي قلت مش انا اللي قلت. يلا بينا نقلب القوانص الاول مع البصله. لا وشوف مين اللي بتقول لي فريده، ام فريده. عقبال يا رب كده ما نسمع صوت فريده معانا يا منى يا رب، اللهم امين. هنقطع كده فص الثوم شرايح تخينه كده. يلا يا فريده. يا فريده اهلا وسهلا. عامله ايه يا خاله؟ الحمد لله عامله بطايه، ايه رايك؟ تسلمي ايدك يا قمر. حبيبتي تسلمي لي. تسلمي ايدك يا حبيبه قلبي، اي حاجه منك زي العسل. والله انتوا اللي عسل وسكر. انت وحشتينا والله يا شيخ خاله ونورتي الشاشه. الله يخليكي وكل سنه وانت طيبه. وحضرتك بألف صحة وسلامة يا رب. حبيبة قلبي تسلمي لي. كل سنة وأنت طيبة يا شيخ خالة، وتسلم إيدك على كل حاجة بتعمليها. إيه رأيك بقى؟ أنت المرجع الوحيد ليا يا شيخ خالة. بجد والله. أي حاجة بعملها لازم أرجع لشيخ خالة أولاً. والحاجة بتطلع معاكي إيه؟ أوعي تفضحينا على الهوا. أي الصدر طبعاً. طالما المرجع الوحيد ليا يا شيخ خالة. حبيبة قلبي ربنا يخليك. حبيبتي ربنا يحسن ما بين إيدك يا رب، وكل سنة وأنت طيبة. وأنت طيبة يا قلبي تسلمي لي يا رب. عايزاكم يا جماعه تركزوا معايا في الحشوه دي لان هتعجبكم جدا. يلا بسم الله. انا كده اول ما القوانص لونها غير، لونها اتغير بالشكل ده، وابتدت الحله هتنشف معايا، يعني كان القوانص دي هتتلسع مني. في الحاله دي انزل الكبده. يبقى معنى كده بقى يا اكرامي ان الكبده تنزل امتى؟ والحله الناشفه خالص لازم الكبده تاخد صدمتها. اي كبده في الدنيا مش هتاخد صدمتها هتنشف وهتبقى زي الكاوتش. اي كبده في الدنيا تنزل لك ميه هتنشف وتبقى زي الكاوتش. المشكله احلها ازاي؟ ان الكبده لازم تاخد صدمه قويه جدا. عشان كده انا صبرت واستنيت لما الحله نشفت تماما. اهو بصوا سامعين الصوت ده؟ على فكره الوصفه بتكلمك وانت واقفه بتطبخي. يعني ايه؟ كل ما صوت الحله زاد، كل ما صوت الحله صوت الطشه دي زاد معاكي، وايه وتعرفي ان الحله فعلا نشفت محتاجه ميه، كانها بتقول لك انا محتاجه سوائل. فاهمين ازاي؟ خدوا بالكم من الحاجات دي. طب صوت البكبكه معنى كده ان السائل اللي في الحله تقيل محتاج يخف شويه والا هيشيط منك. فهمتوا ازاي؟ يلا بينا. ادي الكبد والقوانص، شايفين العسل؟ يلا استاذه فتحيه اهلا وسهلا. صباح السعاده يا توحه. الو ازيك يا قمر؟ صباح العسل. صباح الهنا. صباح الهنا والسعاده. كل حاجه حلوه والله، انت اللي احلى صباح في الدنيا. يا سهاله والطقم كله بخير. يا حبيبتي وانتوا طيبين. إيه؟ الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله. تعيشي يا حبيبتي كل سنه وانت طيبه. حاضر. منوره الدنيا كلها والله. يا حبيبتي ده نورك والله، ربنا يخليكي يا قلبي. ربنا يخليكي. تعيشي يا حبيبه قلبي. طيبه يا عسل. كل سنه وانت طيبه ونورتيني. بصوا بقى يا جماعه، حطيت نص جزرايه بس مبشوره، وحطيت قرن فلفل رومي بلاش طبعا حامي، حطيناهم كده شوحناهم مع بعض. وبعدين قبل ما نطلع بس الفاصل هننزل بالفريك كده، وبعدين هننزل بعودين كرفس مفرومين كده بالشكل ده، وهفضل اقلب فيهم لغايه ما صوت الحله يبان معايا تاني. يلا حالا حالا. يلا بصوا كده دلوقتي بقى وانا بقلب كده هحط التوابل بتاعتي. وعايزه افاجئكم بحاجه، لو انت بتعملي الحشوه دي للبط بس، يعني مش هتاخدي منها تفرشي تحت البطايه، ما تحطيش ميه لان هو هيستوي جوه البطايه. لكن لو هتفرشي منه تحت البطايه يبقى لازم تحطي شويه ميه يكمل سوا فيهم. فهمتوا ازاي؟ سامعين الصوت؟ بس كده حطيت ملح وفلفل اسود، وعندي القرفه وعندي البهارات وخلاويص. ادي البهارات
والقرفه هنا مهمه جدا، تدي ريحه وطعم في منتهى الجمال كده، بس كده.